من الشرق قدموا إلى هنا، جبال ومرتفعات ومناطق وعرة اجتازوها خلال أشهر طويلة للوصول. تبدو المسافة ما بين مأرب وصرواح ونهم وصولا لصنعاء قريبة بالنسبة لأولئك المراقبين لسير المعارك عن بعد، أما لهؤلاء فهي بذلك البعد الذي يجعلهم عند التقدم يخوضون حروبا شرسة وعنيفة لا تنتهي. في الجانب الآخر وخلال المعركة الأخيرة لهؤلاء، وحالما لا تكون فرص الحياة مساوية للصفر حتى، يقاتلون بحياتهم، يخسرون فرص النجاة عند الاستسلام ويشتبكون لأجل الموت فقط. وفق قاعدة اقتل أو تقتل فلا مجال للفرار، يرسل هؤلاء الضحايا إلى المحرقة ليقتلوا هم ويعيشوا من أرسلهم ليحكم الجمهورية بالقوة في معارك تبدو أشبه لفيلم هوليودي أكثر منه من واقع، لكن يحدث كل هذا بالفعل هنا. قوات الجيش الوطني والمقاومة استطاعت الدخول لمناطق المخدرة وجبل الطريف وجبال الدرم وتطهيرها، لتستطيع بذلك تأمين القرى هناك من قصف ميليشيا الحوثي والمخلوع عليها. وكشفت عن وجود شبكة ألغام زرعتها الميليشيا يتم حاليا تفكيكها. احنا سيطرنا على المواقع هذه اللي هو موقع الطريف والمواقع الاخرى، وجدنا هذه الالغام مشبوكه الغام كامل، هذا المكان كامل. شوف هذا منها، هذا السلك وهذا الالغام نفسها، والمكان كله هذا دار ما دار ملغم. اذا تتواصل المعارك هنا. في المقابل يتقدم الجيش والمقاومة للأمام في اتجاه العاصمة صنعاء.